وينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف مراسل الغد محيي الدين جبريل. محيي، كيف يبدو الوضع الآن في الخرطوم؟ كوثر، الآن أنا أتحدث إليك في مروري بشارع المطار أو شارع أفريقيا. الحياة بصورة عامة هنا تبدو في الشوارع الرئيسية للخرطوم عادية، يعني ما في شيء كده يمكن نعتبره سوى أي مظهر لمظاهر التظاهر، ولكن بالقرب من صينية الجندول وهو المكان المعلن للتجمع اصطفت عشرات السيارات العسكرية، أو هي سيارات بدون لوحات عليها مع عسكريون بلباس مدني. يعني تبدو المظاهر الأمنية بائنة في الطرقات المؤدية إلى صينية الجندول، ولكن بصورة عامة حتى الآن الجميع يحشدون لهذه التظاهرة من قوى المعارضة، من قوى المعارضة والناشطين المؤيدين لها. لا زالت الدعوات باعتبار أن التظاهرة ستبدأ أو من المقرر أن تبدأ بعد حوالي 3 ساعات من الآن. الآن ربما تمر بجوار دورية أمنية من سيارات الدفع الرباعي في هذا الشارع، وهو أمر غير معتاد في مثل هذه الأوقات أن تمر مثل هذه الدوريات العسكرية. تمشط الطريق الآن بجواري، ولكن بصورة عامة المظهر الأمني الغير العادي هو ربما يبدو سيد الموقف والخرطوم. نعم، شكرا لك محي الدين جبريل مراسل الغد، كان معنا عبر الهاتف من الخرطوم.